كنيسة
ايو كلن فصف غروزو بدي يوم رابو فريشا اتوخو قارو يلفخ ملفخ تنياتا اتأسقى الديشا Bye.
كلها وقفك مكان
الصليبيين بأسرها كانت ترمز إلى مجادلاته ومحارباته للأراسقة وغير المؤمنين. إن مؤلفات مارا فرام لا تحصى ولا تعاد. وماذا أقول عن مداريشه ومياميره؟ أغنى الكنيسة بأسرها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، بربع فنياتو، بربي فنيات علما. إنه عاش حياة متجردا من كل شيء في هذه الحياة. طبقت علينا كلمة ماربولوس: حبت الحنطة إن لم تموت بقيت وعدها، وإن ماتت أتت بثمار كثيرة. خدم مدرسة نصيبين أكثر من ربع قرن. كان واعظا ومرشدا ومؤلفا بتاع كله. أخيرا لما جت ظروف الصعبة والقاسية تركنا الصيبين وسافر إلى رها عام 363، وهناك أسس مدرسة ثانية. من تجرده في هذه الحياة نستنتج كل شيء قدمه للمجتمع وللوطن. أقول للوطن نعم. هل مدرستين خدمها خرج منها ملافنا والشهداء والقديسين. 10 سنين خدم في رها من 363 إلى 373. حين فراقه هذه الحياة أوصى تلاميذه: ادفنوني بثوبي وقبعتي، لا تدفنوني في مقبرة الكنيسة لكن في مقبرة الغرباء، لأني غريب على هذه الأرض. ماذا تتمسك بهالأشياء البسيطة؟ كل ما إنسان يتجرد كل ما ينطي. وكشل عن أنطان للكنيسة والوطن، اليوم نحن نستقيه ونسقيه للآخرين. عاش شماسا إنجيليا طيل حياته. لم يرضى أن يرتقي إلى درجة الكهنوت. قال: لست أهلا أقف أمام المذبح وأقدم الذبيحة. في حين نقرأ في سيرة حياته، كان باستمرار متحدا مع الله بالصوم والصلاة والعبادة، ويقول: لست أهلا. هذه هي القداسة، هذا هو الصلاة. كل ما إنسان يرتقي إلى الله، يصل إلى الله، يرى نفسه بعيدا عنه، ينشتان ما بين الخالق والخليقة. يقال بأنه كان شاعرا عبقريا، له عبادة خاصة للعذراء مريم، يعجز اللسان أن يصفها وإن كان بليغا. يخاطب يسوع يقول: ربنا أنت وأمك تفوقان الجميع، لا عيب فيك ولا وطمة في أمي. يقول: إن عشى أمك خير الأنظمة، ألف الأنظمة، دخلته ساميا خرجت متواضعا، دخلته غنيا خرجت فقيرا. إن عشى أمك ألف الكون، غير الكون يا منظم الكون.
فتاة. إن الشعر الذي قاله مار أفرام عن عذراء ولدت المسيح. يشرفنا ويسعدنا أن تشارك محبتنا هذه الأخت الشماسة عالية سعيد رئيسة الجوهر في الموصل. تفضلكم. ذكرت الأخت شعر عن العذراء، مدارس مال أفران فيما يخص العذراء، ما راح أقول باللغة السريانية.